كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 44 Great Pyrenees. كلب بحب الشغل ومن الطراز الأول. كلب كبير وعمره بوصل 12 سنة. كلب أصوله آسيوية لكنه هاجر لأوروبا وامتلك مرتفعات البيرينيز اللي بتفصل بين فرنسا وإسبانيا. كلب وظيفته الأساسية رعاية المواشي وحمايتهم، لكن الحرب العالمية الثانية خلته يحط في السي في تاعه إنه كلب حرب، فهو بتعلم إنه يكون صبور وهادي وبيعرف كيف يحب عيلته. فلو في ميزة فبدي أحكي لك إنها شعره، لأنه ضد إنه يتشربك، وغير هيك ضد انه يتوسخ. حماية ربانية سبحان الله. لكن ليش ما تربيه؟ لاني انا متأكد انك ما بترعى لا غنم ولا خرفان، واخر خروف انت شفته كان في الاكل. وغير هيك هذا الكلب رح يزعج الناس بالليل لانه ما بيحب ينبح الا بالليل، وهذه كأنها طريقته عشان يثبت اركان مملكته. وغير هيك ما رح يتحمل وجود كلب ثاني معه، حيحس بتحدي وهو ما بيحب حد يتحداه. ما بينفع تكون عايش في مكان حار، هو بيحب الأماكن الباردة، ولازم تضلك توريه إنك حازم طول الوقت. فما بينفع تلعب جنبه ببجي وتصير تترجى صاحبك إنه يساعدك لما توقع، هيك انت حتبين ضعيف، وأنا ما بحب إنك تبين ضعيف قدام حدا. فسيبك منه، مش لازم تربيه.